عودا حميدا للمشهد من جديد، وخليني أبدأ معاك من ما بدأت أنت تتكلم عنه مؤخرا من فكرة اللواءات والناس اللي ليهم علاقات بيك أو أنت جماعتك بيهم علاقات قبل كده أثناء عملك مع الجيش، وكان منهم مثلا اللواء كرم سالم. اللواء كرم سالم بدأ الناس تتكلم عنه بعد ما أنت بدأت تكتب وتقول وتظهر في لايفات، واتكلمت أنت كمان عن ناس تانية، لكن خليني أبدأ مع هذا الرجل اللي كان بيشغل منصب رفيع في هيئة، هي اسمها هيئة إيه بتاعت كمال الوزير؟ الهيئة الهندسية. إيه بقى حكاية اللواء كرم سالم؟ اللواء كرم سالم كان مدير إدارة المشروعات الكبرى، ودي تبع للهيئة الهندسية، وكان المشرف المدير المسؤول عن المشروع بتاع تريمف، فندق تريمف اللي هو كان تبع اللواء شريف صلاح اللي هو صاحب عبد الفتاح السيسي. ده الفندق اللي انت اتكلمت عنه في اول ظهورك خالص. مظبوط كده. وهو اللي كان بيشرف علينا بقى في اثناء التنفيذ بتاع الفندق، عشان الراجل كان كويس مع شريف صلاح. انا بقول حته المحسوبيه، وان هو كان راجل يعني في قمه الاحترام معاهم وبينفذ اللي هم عايزينه. بعد بقى مدير المشروعات سابوه حوالي شهرين في الهيئه الهندسيه، وبعد كده راح مسك شركه مهمه جدا اسمها الشركه الوطنيه للمقاولات والتوريدات في الماظه، قبل كيلو 4.5 بالظبط قدام مستشفى الكهرباء. عمل ايه الراجل ده؟ اتفاجئت ان هو كان واخد شغل في جامعه الملك سلمان اللي هي في جنوب سيناء، اللي هو البرنامج بتاع برنامج الملك سلمان لتنميه سيناء. فلقيت ان اللي هو كرم ده تاني برضه موجود في الشركه الوطنيه واخد شغله هو والهيئه الهندسيه. الراجل ده بياخد ايه؟ بياخد 1.5 لـ2%، ده شرعي على اجمالي المشاريع اللي بتتنفذ لما كان ماسك اداره المشروعات الكبرى. تخيل بقى النهارده يا سيد راح مسك مشروع زي ده قيمته داخله في حوالي تنميه سيناء، هو ورئيس الهيئه الهندسيه، في $1,500,000,000. ده اللي مطلعه البرنامج اللي هو برنامج الملك سلمان لتنميه سيناء. فقد ايه الراجل ده بقى عنده مئات الملايين؟ طبعا كل حاجه دي مستخبيه، احنا خلينا ماشيين على 14,200 العربيه اللي ولا التويوتا اللي هم بيركبوها. بس دي قروض، دي جايه الـ1.5 مليار دول دولار جايه بقروض من السعوديه. ده بقى انا عايز اسال في حضرتك سؤال، جاي 1.5 مليار قروض من السعوديه، بيقول لك برنامج الملك سلمان لتنميه سيناء، البرنامج ده عند مين؟ هل البرنامج ده عند السعوديه اللي هي الشركه اسمها الصندوق السعودي للتنميه، هي اللي عندها البرنامج ده اللي احنا هننفذه في سيناء؟ طبعا مع اختلاف ايه علاقه الملك سلمان بتنميه سيناء؟ ده المفروض تقع الكلام ده تحت الاداره المصريه، تحت اداره الحكومه المصريه، ولكن تعالى نقول الملك سلمان، البرنامج ده مع مين؟ هل هو اللي عامل البرنامج ولا هل الحكومه المصريه اللي عامله البرنامج؟ طيب هنيجي نتكلم، احنا عارفنا ان هو قرض. القرض اللي احنا اخذناه ده المفروض اوتوماتيك يروح فين؟ يروح البنك المركزي. لو جينا اتكلمنا عن القرض ده هيتوظف في كذا حاجه، هنقول منها التعليم، الجامعه ده، الجامعات دي خاضعه لاني وزاره؟ هل وزاره التجاره ولا وزاره الصناعه ولا وزاره مين بالظبط؟ اكيد وزاره التربيه والتعليم. التعليم العالي. مش مظبوط كده يا استاذ سيد؟ المفروض وزاره التعليم العالي المفروض هي الجهه المنوطه بالتعليم، واحنا بنعمل جامعه، يبقى المفروض ان وزاره التربيه والتعليم يا اما عندها برنامج هتحطه للجامعه دي من كتب و و وخلافه، يا اما السعوديه عندها برنامج هتعرضه على وزاره التربيه والتعليم المصريه هيوافقوا عليه. طيب اتفقوا على صوره الكتب اللي هتبقى جوه الجامعه. نيجي بقى نتكلم على تنفيذ الجامعه. المفروض ان هيكون في مكتب استشاري هو المسؤول عن الرسومات وعن التصميم طبقا للبرنامج، للجامعه دي هنعملها ازاي؟ ورقها موجود. وزاره التربيه والتعليم فيها قسم هندسي، فيها اداره هندسيه كامله بكل موظفيها تنفذ اي مشروع، وهي بالفعل هي بتنفذ وبتطرح الحاجات دي من هيئه الابنيه التعليميه اللي في مدينه نصر. يبقى المفروض ان الجامعه دي وزاره التربيه والتعليم تجيب الاستشاري اللي هو بيشرف على المشروع دوت من قبل السعوديه او من قبل الحكومه المصريه، ويطرح مناقصه طبقا للمواصفات، تيجي الشركات المؤهله اللي هي تنفذ المشروع ده تقدم العطاءات بتاعتها، ويرسل عطاء على اقل شركه
او الشركه اللي مطابقه للمواصفات الفنيه اللي هي مؤهله تنفذ المشروع ده. مش ده المفروض السيكونس الطبيعي لمشروع زي ده؟ صحيح. ايه اللي خلى المشروع ده بقى، وهي دي النقطه انا دايما بتكلم فيها، يقوم المشروع ده رايح فين يا فندم؟ يقوم عبد الفتاح السيسي يقول ان المشروع ده اللي هينفذه سي مثلا الهيئه الهندسيه والشركه الوطنيه واداره المشروع. الهيئه الهندسيه ممكن ما تبقى اداره المشروعات، اداره الاشغال، اداره المهندسين، جميع الادارات هتشتغل ولكن تحت الامبريلا بتاعت الهيئه الهندسيه، ويقول لك والشركه الوطنيه، وممكن يحط كمان معاها وزاره الانتاج الحربي. يبقى ده اصبح اسناد مباشر. الهيئه هنتكلم مثلا النهارده على اللواء كرم سالم اللي ماسك الشركه الوطنيه، ودي موجوده على ويكيبيديا مكتوب كده، الشركه الوطنيه اللي هي تابعه لوزاره الدفاع للتوريدات والمقاولات العامه، يعني بتشتغل شغل مقاولين. بتاخد الشغل كده بتعمل ايه الشركه دي اللي هي تبع الجيش؟ بتقدم سعر اللي هتعمل بيه الجامعه سي اللي في شرم الشيخ او اللي في الطور. لازم تكسب فلوس. هي شركه النهارده شغاله ليه؟ لا هي بتحارب ولا بتاعت منتجات تانية غير المقاولات، وعندها موظفين بالهبل. فبتاخد الشغل اسناد مباشر، بتاخد الشغل تكسب فيه، تبدا تنفذه. تنفذه ازاي؟ زي ما اللواء كرم سالم بيقول، يجيب الشركات المقاولات اللي زي حالات من الباطن، من الباطن تبدا هي اللي تنفذ الشغل اللي بيحصل في المصلحه. يديني الشغل برضه طبقا للاسعار اللي انا هقولها، بيتفق معايا على الاسعار، هو كده كده كسبان. فبص الفلوس جت ازاي من السعوديه، القرض جه ازاي، اتوظف وراح للجيش ازاي، وبقى مين اللي مستفيد منه؟ طيب اللي ادى الارض دي بقى بتاعه شرم الشيخ مين مثلا؟ لو قلنا شرم الشيخ، الارض دي تكلفتها كام؟ لا فتحي السيسي لما طلع قال تكلفه المشروع وما قالش ثمن الارض كام. ده بيقول لك المشروع ده معمول على اكتر من 700 فدان. فين يا فندم؟ في شرم وفي الطور وفي راس صدر. هناخد جزئيه منها شرم الشيخ. شرم الشيخ المتر بكام؟ الارض دي ملك مين؟ مين اللي باعها؟ هل باعها مين الشركه اللي بتدير هذا المشروع؟ طبعا احنا واخدينه قرض، يبقى اللي بتديره المفروض مصر. انهي جهه في مصر اللي هي بتدير المشروع؟ هل صندوق تحيا مصر؟ ولا وزاره التربيه والتعليم؟ ولا وزاره الزراعه؟ عشان احنا نفهم الفلوس المكسب ده، الانكم اللي هيخش للجامعه، مين اللي هياخده؟ مين اللي صرح بالارض دي وفين ثمنها؟ هل المحافظه دخلت شريك؟ طب مع مين؟ فتيجي تبص في الموضوع كله في الاخر، حقيقه الامر ان هو ملك الجيش، حتى اللي نفذه الجيش واللي كسب من وراه الجيش واللي هيحصل الانكم منه هو برضه الجيش. ايوه بس في ناس هيقول لك طب ما ده قرض في الاخر، يعني دي مش فلوس دخلت مثلا في جيوب الجيش، طب ما ده قرض المفروض يتم سداده مش منحه، وبالتالي يعني حتى لو الجيش خدها، طب ما الجيش يبقى خده على سبيل القرض وهيرده. ما هو الجيش كده اللي بيدير وهو كده اللي بيكسب. النهارده لما يعني انت شايف الفلوس دلوقتي ان الجيش هو اللي مهيمن على كل حاجه. ما طبعا يا فندم، انا النهارده كشركه مقاولات هخش نفسك ازاي وانت جيش؟ انت اللي بتدفع تامينات ولا بتدفع ضرائب وبتشغل عساكر عندك ببلاش وبتاخد المرتبات انت كظابط من 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 صندوق بتاع الدوله. حلو، انت دلوقتي بتقول انه الجيش مهيمن على كل حاجه في الاقتصاد. طبعا. ايه رايك؟